السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو انت عايز تبعت رابط الشبكات الاجتماعية انت مشارك فيها وهم اختار وهتبع كتير وتنسى ومش عارف، طيب في موقع لينك تي ار دوت اي اي هيعمل ايه؟ هقول له ان انا عايز اعمل حساب جديد جيت ستارت فور فري، فهيقول لي اختار الاسم بتاعك، فاخترت عمر سليم، الايميل، الباسورد، تمام. بيقول لي الايميل او ام اهوت، بيقول له اعمل لي كرييت، بيقول لي اكتب الاسم بتاعك، بيقول له كونتينيو، بيقول لي اختار ايه الحاجة اللي انت بتوصف بيها الموقع بتاعتك، بيقول لي انت عايز برو $6 في الشهر ولا فري. continue to my link tree، تمام. كل شوية بقى هتقول له add new link، تمام، وهتختار الاختصار بتاعه واليو ار ال، يعني انا عايز اضيف مثلا لينكد ان، اهو اخد الرابط دوت واحطه هنا اهوت اليو ار ال، وممكن تايتل هنا عشان ما توش ان ده اللينكد ان، تمام. وتقدر تضيف صورة معينة او ليب لينك او بريوريتي لينك زي ما انت عايز بالشكل ده. تقدر تضيف واحد تاني مثلا للتويتر، خلينا نخش هي مرة واحدة تعملها بس، بعد كده لما تيجي تبعت لحد هتبعت الرابط ده وخلاص. انا هنا اهو بمربي ما عنديش حساب خاص بيا في التويتر، هيبقى عامل بالشكل دوت لينك اوف تويتر ويب سايت، تمام. طيب ممكن تحط هيدر، ممكن تحط ميوزك لينك، فيديو لينك، زي ما انت عايز. طبعا انا هحط اليوتيوب وحط كل المواقع اللي انا عايزها، وده الرابط بتاعي هحطه اسفل الفيديو، فلما ابعته هيظهر بالشكل دوت. هحط طبعا صورتي، ده الاسم بتاعي، التويتر، لينكد ان، الفيسبوك، اليوتيوب، كل المواقع الاجتماعيه اللي انا مشارك فيها وغير الاجتماعيه، يعني البلوجر، كل الحاجات ديت، الوورد بريس، ماي سايت، كله هيبقى موجود هنا. ممكن تعمل الابحاث بتاعتك كلها، كل اللينكات اللي انت عايز تشاركها مع الناس، تمام. طيب في هنا رساله بيقول لي ان لازم اعمل اكتيفيت لي الحساب بتاعي، فانا هدخل على الجيميل اعمل له اكتيفيت. كل اللي انا اعمله ان انا اقول له فيرتفي ايميل، خلاص كده بقى اي حد اديله اللينك لما احطه اسفل الفيديو دوت هتلاقيه شغال معاك، وانا هبدا احط بقى بقيه اللينكات.